هذا المصنع لإنتاج وتحويل الحليب لم يكن ليرى النور لولا عزيمة أحمد، هذا الشاب الذي قرر إنشاء وحدة لإنتاج وتحويل مادة الحليب. تزود ولاية سيدي بلعباس وضواحيها بهذه المادة الأساسية وتشغل العديد من الشباب البطال. ملبنة جديدة بدأت في 20 أوت. الحمد لله المنتوج راه لاقي رواج مليح، الحمد لله الناس كاع راه تشكروا الحليب واللبن. انا نسوقوا لولاية سيدي بلعباس براسك كامله، ومنا فاني في تلمسان الحدود منا معنا تاع مع بن باديس كل شيء، يعني انا نسوقوا معه. ولان المصنع انشئ حديثا ارتأى احمد وزملائه ان يرفعوا التحدي من خلال انتاج اكثر من 5000 لتر من الحليب في الساعه. 15 يوم اللي بدات طاقة الإنتاج تاعها 5000 لتر في الساعة، وحنا دروك رانا عادة في 3000 لتر يوميا. ونيفو دو لا ولاية تاع سيدي بلعباس سربوه بارتو كاع في القرى المجاورة في البلديات المجاورة هذه اللي هنايا، والحمد لله رانا لقينا فيه حليب شباب، حليب مليح. ولي كوليكتور دو لي عندنا نديرو معاهم لا ريسيبسيون هنا تاع الحليب، ندير لهم لي زاناليز، نشوفوا الحليب النوعيه تاع الحليب نتاعنا، نعاود نفوتوا للمصنع لا باستيزاسيون دو لي، نعاودوا نديروا الحليب تاعنا في اكياس. انتهاج الحكومة لسياسة دعم الشباب من حاملي المشاريع الاستثمارية أعطى جرعة أمل لهذا المستثمر، وأمله اليوم في أن يساهم كغيره في تنويع الاقتصاد الوطني يزداد يوما بعد يوم.